مشهد بقى خد بالك من المشاهد اللي عجبتني قوي قوي في النادي الأهلي. كهربا، موقف زعل موسيماني، قرار فوري إيقاف شهر 200,000 جنيه. رجع كهربا النهاردة بقى خلاص، اتعمل له استقبال قبل السفر، وبعد ما جه النهاردة نازل التمرين شايفين اللعيبة والروح كلها الكهربا. هتكلم على حاجتين، أول حاجة لعيبة النادي الأهلي لا تقال لسه من امبارح وجاي من بره وعمال يتنطط، ولا تقال كهربا غلط طياره رقبته. اللعيبه لعيبه الاهلي هي اللي بتشد بايد كهربا وبتقول له ارجع احنا معاك، ده رقم واحد. رقم اتنين الجلسه الثلاثيه اللي عملها موسيماني وجاب كهربا في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال له الفتره اللي فاتت انت اخطأت وتم عقابك، بالنسبة لي الملف اتقفل، انا نسيت اللي فات. عندنا مباراة سيمبا، عندنا مباراة الكاس، عندنا مباراة الزمالك واستكمال الدوري، وبعد كده هندخل في مباريات ربع النهائي الافريقي. التزم، احنا محتاجين لك، زمايلك محتاجين لك. وقام بمداعبة كده من موسيماني قال له ولا خلاص اكتفيت بالتسعة مش عايز تاخد معانا العشرة، بشكل كوميدي. وده كان من كهربا اللي قبل المدير الفني وكرر اعتذاره مرة واثنين وثلاثة، ومعنوياته عالية جدا. وشفنا اعرض لي الصورة تاني لو سمحت يا أستاذ محمد، دي النهاردة على فكرة الصورة من التمرين، دي مش صورة قديمة ولا جايبينها من شهرين قبل الإيقاف. الصورة دي النهاردة بعد جلسة موسيماني مع كهربا في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ وهو نازل، فشابو للتعامل النفسي مع اللاعبين. شاب خلاص غلط اتعاقب، انزل بقى انزل بقى، وانت بايدك تبقى اساسي، تبقى احتياطي، تبقى بره ال 18 الكوره في ملعب كهربا. وده اللي قاله موسيماني، قال له انسى اللي انا نسيت، قال له انا نسيت، قدامي دلوقتي دوري وكاس وافريقيا، السوبر 28 مايو والسوبر المصري لسه هيتحدد. احنا عايزين، احنا طمعين عايزين ناخد البطولات دي معانا ولا ايه؟ ومن هنا زي ما انا قلت كهربا ابدا اعتذاره واكد جاهزيته للفتره اللي جايه. حمزه المسلوسي ده لغز بقى، ده لغز بقى. حمزه المسلوسي جاي في ايه؟ وسافرت في ايه؟ وما بيتش عندنا ليه؟ ما ريحتش عندنا ليه؟ ما اجزتش عندنا ليه؟ ما ركنتش عندنا لأي حاجة فيها ليه؟ حمزة المسلوسي كارتيرون مش معترف بيه، مش معترف بيه، وكان قبله باتشيكو على فكرة، وتقييمه بيقول حازم إمام أفضل، أحمد عيد أفضل، غير إن في مشكلة بعيدا عن إن مستواها، إنه راجل أجنبي واخد مكان أجنبي وعقده بيصل ل600,000 دولار، بيصل ل600,000 دولار، 500 550 600,000 دولار. فكارتيرون قال لك لا انا عايز استفيد بالمكان ده باجنبي، غير ان انا عندي مشكله، انا عايز ارجع سيسي الموسم اللي جاي، وعايز ادعم حته المهاجم، انا ما عنديش كمان في حته المهاجم، انا عايز ادعم بمركز انا محتاجه، ادعم بمركز، مش عايز لاعب رقم 2 ولا 3. ومن هنا حمزه المسلوسي لا مش مصير مجهول ولا حاجه، مصيره أنا شايف إن حمزة المسلوسي هيكون أول الراحلين عن نادي الزمالك بنهاية الموسم. وخد بالك هنلاقي في نادي الزمالك الأجانب هتتغير الخريطة بتاعتهم، هتتغير يعني، ممكن هنتكلم على ساسي، ممكن ما تلاقي الساسي بنسبة كبيرة، مش هتلاقي المسلوسي، مش هتلاقي الراجل اللي قدام دوت، معلش يا ناس انا بنسى الراجل اللي قدام دوت، حميده حداد، حميده حداد، حميده حداد كميته مش راكبه مع الزمالك، هو كميته بتشتغل بره، مع الزمالك لا هو ماشي، حميده حداد هنلاقيه بره هو كمان. فمن هنلاقي خريطه الاجانب في نادي الزمالك بتتغير، بتتشقلب كده. حمد لله على السلامه يا معلول، معلول ينهي العلاج تماما في تونس ويعود للنادي الاهلي ويستكمل برنامجه التاهيلي. رجع معلول عقد جلسه مع سيد عبد الحفيظ اطمأن عليه واخر تفاصيل اصابته، وخلال
10 ايام تأهيل لمعلول. المفروض ان معلول بعد 10 ايام يبقى في الملعب، عدوا كده 10 ايام يبقى بينزل تمرين ويقدر يلعب مباراة الزمالك. ده اللي اتقال من بق طبيب منتخب تونس لينا. فخلال الفترة اللي جاية الرؤية هتبان. المصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء، وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية.